السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد في 5 شركات بعد تراجعه 1000 جنيه بالأسواق اليوم 23/5/2022 عندنا هنا في مصر. شهد سعر الحديد للتسليح تراجعا بنحو 1000 جنيه في الطن، وذلك نتيجة انخفاض سعر الخامات بالبورصات العالمية. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لمصراوي أن شركات الحديد أعلنت تراجع أسعارها بنحو 1000 جنيه تسليم أرض المصنع بحسب كل شركة. وأضاف الزيني أن كل من شركة حديد عز والسويس للصلب والعشري للصلب والمراكبي والجيوشي للصلب خفض أسعارها 1000 جنيه اعتبارا من اليوم 23/5/2022. وسجل سعر طن الحديد بشركة حديد عز 18170 جنيه، أما الحديد بشركة السويس للصلب 18070 جنيه، الحديد بشركة العشري للصلب سجلت 18000 جنيه، الحديد بشركة المراكبي 18050، أما الحديد بشركة الجيوشي 17900 جنيه. أما الزيني شركة أن متوسط سعر الطن الحديد في المصانع المتكاملة تسليم أرض المصنع يتراوح ما بين 18000 إلى 18170، ويتراوح متوسط سعر طن الحديد للمستهلك بالمصانع المتكاملة ما بين 18200 و 18400 وفقا لقول الزيني. ووفقا لرئيس الشعبة فإن متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع في المصانع الاستثمارية يتراوح ما بين 17200 إلى 17500 جنيه، ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك في المصانع الاستثمارية ما بين 17500 جنيه و 17700 جنيه. وكانت شركة حديد عز أعلنت اليوم خفض سعر الطن تسليم أرض المصنع 1000 جنيه اعتبارا من الغد اللي هو النهاردة يعني الاثنين، أعلنت امبارح شركة عز أعلنت أمس إن هي تخفض الحديد ل 18177 جنيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.